نفسي ما كانش مش مايل للحته اللي هو ينزل ياسر ابراهيم مكان السليه. لاي درجه انت يعني قلت لي ان طول الوقت انت ما كنتش قلقان الاهلي وشايف ان الاهلي هيكسب، بس لاي درجه انت كلاعب كابتن نادي الاهلي ومنتخب مصر ما كنتش قلقان من فكره الاجهاد بتاعه اللعيبه اللي جايين من المنتخب اللي كانوا بيلعبوا في كاس العرب؟ لا خالص تماما، احسن كمان انا بلعب خصم فريق الرجاء فرقه محترمه ولا بقى، بس اذا ما كان الاستاذ حسن مستوي لخص لك الموضوع قال لك 87 دقيقه فعلا، والمباراه ما كانش المفروض توصل لضربات الجزاء. النادي الاهلي كان هو المسيطر، النادي الشوط الاولاني لا ما كانش على ما يرام بالنسبه للجمهور. الشوط الاولاني كان تبع الرجاء، كان لا هو مسيطر لكن ما هوش ليه حاجات خطر، وكان بيلعب على هجمه مرتده، كان بيلعب على شكل معين عشان هو عارف ان النادي الاهلي عنده النزعه الهجوميه وهو عايز يكسب في طبيعته. أي. وعايز يحصل يكسب المباراه قبل ما توصل لضربات الجزاء. انت عارف ضربات الجزاء يعني حاجات بتبقى انت ونصيبك، ممكن توفق او ما توفقش، لكن النادي الاهلي بدايه التشكيل يعني انا كان طبيعي وجهه نظر انا كياسر اللي هو كنا نلعب ب 4 2 3 1 الطريقه اللي هي العاديه، وده اللي حصل الشوط الثاني مع النادي الاهلي. أيوه. وده طبيعي، مدير فن عايز عنده فكر معين، عنده سيستم معين، عنده شغله معين، ده طبيعي جدا في كره القدم. هو المسؤولين عن الكوره في النادي الاهلي ومجلس الاداره النهارده شايفين في تقدير حضرتك يعني بخبرتك شايفين ان موسيماني عمل اللي عليه ونفذ المطلوب، ولا الحكايه في الاخر انتهت باهداء من لاعب الرجاء اللي ضيع اخر بنالتي؟ لا مالناش دعوه، النادي الاهلي على فكره ودي ميزه في الاداره عندنا رئيس الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط وشركه الكره، احنا عندنا منظومه برضو محترمه. مش بتكلم انا سعيد يعني، انا مش هقول لك عشان انا تبع النادي الاهلي او بميل للنادي الاهلي، لكن فعلا منظومه محترمه ومؤسسه كبيره وشغلها الاداره اكتر من الفني كمان عندنا، التنظيم ده مهم. فهو هو عطى ارتياحيه جامده جدا لموسيماني، اشتغل وما تقلقش، اشتغل واحنا في ظهرك، اشتغل حتى لو يعني احنا لا قدر الله كنا راح منا بطوله النهارده هنقول لموسيماني. انا بتكلم كوجهه نظر برضو ياسر واللي انا شايفه جوه النادي الاهلي. فصعب ان احنا نمشي مدير فني، وخاصه ان الراجل برضو اذا ما جاب بطولات ممكن يضيع بطولات، ده ورده في كره القدم. مفهوم. فممكن يجيب وممكن يضيع، لكن انا شايف هو ماشي بخطوات كويسه. عامل انجاز مع النادي الاهلي، عامل وبدايه الاول بدايه الموسم جايب بطوله للنادي الاهلي، فتحتسب ليه يعني بمعنى صح يعني. فكره انه يعني بالتالي الجون بتاع طاهر هو نقطه التحول. أكيد. هو اذا كنت يعني مطمن والله مطمن ومتاكد واثق، ما كانش ده حال الجماهير في الملعب ولا حال الجماهير اللي في التلفزيون. انا قعدت مع علوية قبل ما نبدا على طول يقول لي احنا كده احنا خسرانين خلاص. طاهر هو نقطه التحول، انتوا ازاي بتحافظوا كفريق على الحكايه دي؟ ازاي تحافظوا على فريق على الايقاع اللي يفضل مستمر ده؟ بص يا الشريف، هي إن ما انا بقول لك دكه البدلاء في النادي الاهلي، عشان كده ما واحد يقول لك تفلان قاعد او اللاعب من اللعيبه قاعد احتياط، انا بالنسبه لي مش ما فيش في لاعب في النادي الاهلي اسمه احتياطي. انا هو دوره مش في بدايه المباراه، دوره ممكن معايا يبقى في نهايه المباراه بين الشوطين، بعد المباراه، بعد المباراه ما بتدي مثلا بنص ساعه ليا رؤيه انا كمدير فني وكجهاز فني. فده اللي حصل، طاهر ممكن ينزل وما كانش هو اللي يجيب الجول، ممكن شريف، ممكن، لكن في توفيق بيبقى مع اللعيب في لحظه من اللحظات، نازل ومركز، عنده عايز يفرح الجمهور اللي موجود سواء في الملعب او بره الملعب، كل ده حاجات بتبقى تركيز، وعارفين النادي الاهلي لاخر دقيقه ممكن ليه احنا ممكن لعيب النادي الاهلي طول عمر في تاريخه وكان باين بيعمل ربع ساعه الاخرانيه كمان كان باين الضغط فيها واضح يعني. حتى لو اتفرجت على المباراه اخر مش ربع ساعه، انا الشوط الثاني كله الشناوي ما جالوش كره يعني نقول عليها خطر. أيوه. ان كل السيطره كانت للنادي الاهلي، والتغييرات اللي اتعملت كمان كل ما بتعمل تغييرات كل انت بتفوق اللعيبه، كل ما انت بتغير التكتيك جوه الملعب كل ده فرق مع لعيبه النادي الاهلي. جون الرجاء مين المسؤول عنه؟ لا ما في لا ده